ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا مالك عباد الله. إن مما يعيننا على الثبات معرفة سير الناقصين على أعقابهم بعد أن هداهم الله، ومعرفة أسباب هذا النقص والرجوع والفتور الذي يصيب هؤلاء بعد أن كانوا على عبادة وخير. وقد قص الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قصصا كثيرة لأولئك الذين نكسوا على أعقابهم، أو أولئك الذين كانوا يعبدون الله على الحرف في أول بلاء، في أول امتحان يرتد، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر هذا خسران عظيم. ومن أعظم الأحاديث التي لا بد أن نستذكرها دائما، والتي تبين عظيم فضل الثبات أو فضل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللهم نسألك الثبات. فالثبات عزيز. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فتن لا يتغير بفتن هذه الدنيا مهما عظمت، وقد ذكرنا في الدرس قبل قليل فتنة لا بد أن تحل، وهي فتنة الدجال. نسأل الله أن يثبتنا إذا لقيناها. الناقصون على أعقابهم، الصحبة التي تأخذ بكثير من الناس إلى الهلاك. في قوله تعالى قال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اي كنت معه وبه متآلس متجالس، يا ليتني، او يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، صديق، يا ليتني ما اتخذت هذا الرجل صديقا وحبيبا ورفيقا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا.
وفي مرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان محبا له، وكان يحب أن يجالس النبي ويؤكله ويسمع حديثه العام صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة: والله لا آكل من طعامك حتى تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: كل. فقال: والله لا آكل إلا أن تشهد. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه، فسمع أبي بن خلف صديق ورفيق عقبة بن أبي معين الحميم، جاء أبي بن خلف يستشيط غضبا، قال لي: عقبة، أصبأت أو أصبوت؟ فقال: والله ما صبوت، وإنما قال لي محمد أنه لم يأكل من طعام حتى أشهد له، فشهدت له. فقال أبي بن خلف رفيق وصديق عقبة بن أبي معيط: والله لا أرجع لك ولا أرضى عنك حتى تأتي إليه فتبصق في وجهه وتدوس على رأسه